قال رحمه الله: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه وإقامته عليه السلام البراهين والحجج البينات الظاهرات الدالة على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل وإبطال الشرك. ففي هذا السياق جاء قوله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق أي عنده لا عند غيره، فلا تلجأوا إلا إليه ولا تطلبوا الرزق إلا منه ولا تنزلوا حاجاتكم وطلباتكم ورغباتكم إلا به سبحانه وتعالى، لجوءا إليه واستغاثة به وطلبا منه وحده جل وعلا، لأن الرزق بيده وهو الرزاق سبحانه وتعالى الذي بيده الأرزاق وبيده النعم وبيده المنن عز وجل. قال فابتغوا عند الله الرزق، هنا أسلوب من أساليب الحصر الدال على الإخلاص، إخلاص الطلب طلب الرزق من الله وحده دون سواه، لأنه قال فابتغوا عند الله الرزق قدم المعمول فأفاد الحصر، أصل الجملة فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا الرزق عند الله، وهذا التقديم يفيد الحصر. فقوله فابتغوا عند الله الرزق في قوة دلالتها كقولك ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره سبحانه وتعالى، ففيها الإخلاص في الطلب. وهذا يدخل فيه أيضا معنى الشدائد والاستغاثة، لأن طلب الرزق قد يكون في مواضع شدة وكرب، يحتاج الإنسان رزقا من الله سبحانه وتعالى في شيء يتغذى به، أو مثلا رزقا في صحة يسلم بها من آفة أو عطب أو نحو ذلك، فكل ذلك لا يلتجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالآية فيها إخلاص الدعاء لله عز وجل والالتجاء إليه وحده وعدم صرف شيء من ذلك لغيره. نعم.